ده ريكورد. فكل حاجة موجودة في حياتنا بتشتغل بإلكتريستي، عشان كده life without electricity is impossible، مستحيل نعيش من غيرها، عشان كده احنا لازم نحافظ عليها. فإيه هي الطرق اللي نعملها عشان نحافظ على الإلكتريستي؟ قالك عندك طريقتين. أول حاجة إن أنت تعمل turning off light when we say not needed. أنت دلوقتي قاعد في الأوضة بتاعتك تشغل فيها النور، أنت قاعد في الصلاة؟ لأ مش قاعد فيها، تقوم طافي النور. ليه؟ عشان أنت مش محتاج النور ده. تمام. إيه تاني؟ تعمل unpooling electrical device that are not used. أنت دلوقتي بتستخدم اللابتوب أو التليفون بتسمع عليه الحصة، هل أنت بتتفرج على التلفزيون؟ لأ، يبقى أنت تعمل unpooling يعني تفصل الفيشة من الكهرباء بتاعة الأجهزة اللي أنت مش بتستخدمها. طالما أنا شايل الموبايل مع الشاحن والشاحن محطوط من غير حاجة، ينفع؟ ما ينفعش، أنت كده بتهدر استخدام الإلكتريستي وهي مهمة في حياتك. طيب قالك يا سيدي إن إحنا عشان برضو نحافظ على الإلكتريستي ممكن نعمل إيه؟ نستخدم الكاندل بدلا من الإلكتريكال لامب، بدل ما نولع اللمبة نشغل شمعة نذاكر عليه. لو النور قطع هتعمل ايه؟ هتشغل شمعة تقعد تذاكر عليه. فانت احسب نفسك اكنك انت في الايام البدائية كده كنا بنستخدم الشمعة، ما كانش عندنا كهرباء. تمام. ايه تاني؟ قال لك تعمل رايتنج وتزود بن اند بيبر انستيد اوف كمبيوتر. انا دلوقتي قاعدة على اللابتوب بتاعي ماسكة الماوس وعمالة اشخبط لكم على الشاشة، ممكن لو انا مش عندي كمبيوتر مش عندي ماوس اعمل ايه؟ امسك ورقة وقلم واشخبط لكم على ورقة وقلم، بس طبعا ده كده هيكلفنا كتير يعني. تمام. المهم فقال لك ان انت ممكن تستخدم بين رايت بين اند ووتر سوري اند بيبر عشان تشخبط عليهم بدل ما تستخدم الكمبيوتر. لذلك ان الالكتريكال انرجي مهمه قوي 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 في حياتك. تمام. ازاي بقى يا سيدي احنا بنعمل بروديوس للالكتريستي او بنعمل جينيريت للالكتريستي؟ قال لك يا سيدي احنا بنكون الكهرباء عن طريق الفوسيل فيول. ازاي يا ميس؟ قال لك لا ده قصة كبيرة قوي، اسمعها مني وما ايه ما تزهقش بإذن الله، ما تزهقوش يعني. تمام. قال لك في البداية بنجيب الفوسيل فيول بنعمل فيها ايه؟ بنحطها في جهاز كبير قوي كده اسمه الكتريك باور ستيشن. الالكتريك باور ستيشن ده بنحط هنا الفيول زي الكول، بنحطه كده ونقوم مولعين فيه. بعد ما نولع في الفيول أي حاجة بنولع فيها بيطلع منها حاجة اسمها thermal energy، طاقة حرارية. لو أنت رحت ولعت النار، طبعا أنت مستحيل تولع النار، غلط. ماما مثلا ولعت النار بتسخن لك اللبن، مش أول ما تولع النار ماما بتقولك ابعد لا تتلسع، ليه؟ عشان طلع من النار thermal energy. فاحنا من احنا مولعين في ال بطلوا شخبطة على الشاشة. تمام. ومن احنا مولعين في الكول طلع منه ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي حطينا هنا كده انابيب، والانابيب دي حطينا فيها ميه. تمام. فطالع من هنا ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي هتخلي الميه يحصل لها ايه؟ هتخلي الميه تتحول لستيم. يعني ايه ستيم يا مس؟ يعني بخار ميه، اكنك جبت حله ميه على النار وحطيتها وسبتها نص ساعه، جيت تبص على الميه لقيت المطبخ كله بخار والميه ما بقاش فيه ميه في الحله. ليه؟ عشان بدات اتاثرت بالحراره وبدات الميه دي تتحول لفيبور، والفيبور يتحول لستيم. فالستيم بقى في كل حته موجود كده، ان احنا عملنا له انبوبه عشان يمشي فيها كده اهو، مشي كده الستيم دي. حطينا له هنا كده جهاز اسمه ايه؟ اسمه توربن. التوربن ده هيدخل فيه الستيم اللي طلع من الميه. تمام. اول ما الستيم ده يدخل على التوربن هيخلي التوربن يحصل له ايه؟ هيخلي التوربن ده يتحرك. التوربن ده عامل زي المروحه كده، حاجه كده ليها 3 جناحات زي المروحه، اول ما يدخل عليها الستيم تبدا تتحرك زي المروحه. انت لو شغلت الكهرباء بتلاقي المروحه بتلف حوالين نفسها، قال لك التوربن ده بيفضل يلف حوالين نفسه ويلف حوالين نفسه ويلف حوالين نفسه لحد ما يعمل كهرباء. طب الكهرباء اللي هو عملها دي اتعملت جواه؟ قال لك لا، التوربين ده حول الستيم لكاينيتيك انرجي، لطاقة حركية. فجينا احنا من حطينا له هنا جنريتور، جنريتور ده جهاز بيعمل لنا الكهرباء. الجنريتور قام سحب الطاقة الحركية
من التوربين اما حولها لالكتريكال انرجي. بعد ما حولها لالكتريكال انرجي، نحن حاطين سلكة هنا وهنا حاطين مكوة مثلا ولا اي جهاز، ومسحبنا الكهرباء، وبكده قدرنا ان احنا نعمل الكهرباء من الفوسيل فيول. تمام، نقول تاني، اول حاجة جبنا فيول، فوسيل فيول زي الكول، عملنا له بيرنر، طلع منه ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دخلناها على تيوبس او انابيب فيها ميه، الميه اتحولت لستيم، الستيم بدأ يدخل على التوربين، خلى التوربين يحصل له موفمنت، فعمل لنا كاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي دي دخلت على جهاز بيولد لينا الكهرباء اسمه جنريتور. الجنريتور ده عمل لنا، حول لنا الكاينيتيك انرجي انتو الكتريكال انرجي. عشان ناخد منه الالكتريكال انرجي اللي عملها، حطينا وايرز، اسلاك كهربائيه، سحبنا بيها الكهرباء وشغلنا بيها اي جهاز احنا عايزين نشغل. تمام، قال لك يا سيدي الطريقه بتاعت الفوسيل فيول دي مع الوقت مش هنعرف نعملها. طب ليه؟ قال لك عشان الفوسيل فيول ده بيتكون بعد ملايين السنين، افرض خلص في يوم من الايام، هل الكهرباء تخلص؟ قال لك مستحيل، لازم نعمل طريقه تانية. العلماء فضلوا يفكروا لحد ما عرفوا يعملوا اللي هو الكهرباء من حاجات موجودة في الطبيعة، اللي هو الووتر والويند. عملوا حاجة اسمها ويند توربين اند ووتر توربين. الووتر توربين ده حطوه جوه المية فبدأ ياخد حركة المية يحولها لكهرباء، والويند توربين حطوه في المناطق الصحراوية اللي فيها سترونج ويند، رياح قوية جدا، فبدأت تحول الرياح القوية جدا لكهرباء قوية جدا. بس قال لك الطريقة بتاعت الويند توربين والووتر توربين فيري كوست جدا جدا، بتكلفنا كتير عشان هي طريقة من مصادر طبيعية، فلازم المصادر الطبيعية يتعمل لها حاجات غالية عشان تطلع لينا الكتريست. دي قصة الووتر توربين والويند توربين، وكمان ازاي نطلع الالكتريستي من الفوسيل فيول. عارفة ان انا برغي كتير، معلش. يلا يا مين، مين اللي كان بيجاوب؟ نسيت. يلا ياسين، يلا ثمانية. 29 لا اصبر كده، احنا عشان نقف لحد هنا، اصبر ننقل على سؤال جديد، نقف لحد هنا وننقل على سؤال كومبليت. ماشي، اصبر بس اديكوا واجب. وصل فيول وباي فيول، ماشي خدوا من اول 29 لحد 25، ماشي خدوا لحد الآخر، لحد 39، 10 أسئلة بس، من أول 29 لحد 39، ده هوم وورك. ماشي، أوكي، يلا ندخل على سؤال تاني. بتشوز عليكم كده النهارده، صح وغلط. صح وغلط؟ لا، في كومبليت قبل صح وغلط. يلا ياسين، نمبر 1 complete. When you turn a light bulb, the electrical energy travels through wires until recharging the bulb. برافو Wires. عليك، برافو عليك. الكهرباء بتمر عن طريق الواير عشان تولع عليك اللمبة اللي محطوطة على المكتب بتاعك، دي الأباجورة يعني. الله أكبر، الله أعظم. تمام، يلا يا حازم، نمبر 2. produce energy don't help the بلندر blender do its job sound. برافو عليك. شرحنا امبارح ان في بعض الانرجي اللي بتطلعها الديفايسز بتكون مش بتساعد الديفايس يعمل وظيفته الاساسيه. ايه هي؟ قال لك على حسب نوع الديفايس. امبارح كنا عمالين نقول السيرمال 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 السيرمال، بس في بعض انواع الديفايس زي البلندر بيطلع ساوند، الخلاط اول ما تشغله مش بتسمع ليه صوت،
هل الصوت اللي بيطلع من الخلاط ده بيكون مساعد للخلاط يعمل وظيفته الأساسية؟ قال لك لا، ده بيصدع دماغنا بس، لكن الخلاط من غير صوت يقدر إن هو يحرك الأكل اللي فيه ويضربه بس كده. يلا يا مصطفى، نمبر 3. مصطفى افتح المايك. When a piece of coal is burned, thermal. برافو عليك شطور. نحن اتفقنا ان اي حاجة بيحصل لها بيرند، احتراق، بتطلع ثيرمال انرجي. حتى اكتبوها عندكم كده، بيرند بتدينا ثيرمال انرجي. ورقة خارجية عادي، مش لازم تكتبوها في مذكرة. كتبتوها؟ أول ما نشوف كلمة بيرنت في أي سؤال هنختار على طول إيه؟ ثيرمال إنرجي. تمام ماشي. يلا يا أروى، فور. To keep playing with the toy car, we have to replace the برافو عليكي، battery. برافو عليكي. ما تكوني انت بتلعبي بلعبة والبطارية بتاعتها خلصت، يبقى انت لازم تعملي ريبليس، يعني تشيل البطارية القديمة تحطي بطارية جديدة. قلنا امبارح البطارية دي جواها كيميكال انرجي، بتتحول لإلكتريكال انرجي، يعني كده بتتحول لكاينتك، فبتخلي اللعبة بتاعتك ايه، تمشي بكل سهولة. تمام، خدوا من اول 5 لحد 9 ده هوم وورك، هتلاقوا نفس الأسئلة اللي احنا كنا عمالين نحل فيها. ندخل على بوت رايت اند فولز، واخدين واجب من اول سؤال رقم كام؟ من اول 9 ولا 10؟ 11 من اول 11 لحد كام؟ 22 22. متأكد؟ ولا لحد 16؟ 22 حد أكد لي المعلومة دي عشان أنا أكيد ما دخلتش على 22. لحد 16 يا ريس. أنا بقول كده، إحنا ما دخلناش في الكونسبت اللي بعده يا ياسين، إزاي 22؟ طيب ماشي ماشي، قالك 11. هنحل بس الواجب اللي أنا كنت مديهولكوا عشان أتأكد إن أنتوا عارفين. يعني قالك the produced sound energy helps the hair dryer to do its function. هل الصوت اللي بيطلع من مصفف الشعر اللي هو الاستشوار بيساعده يعمل وظيفته الأساسية؟ طبعا فولز، الساوند ده بيصدعنا، مش بيعمل أي وظيفة. أمال إيه اللي بيعمل وظيفة؟ هو الثيرمال إنرجي مش الساوند. تمام، قال لك we cannot create a new form of energy and also we cannot destroy an exited form of energy. طبعا رايت، إن إحنا إمبارح اتفقنا إن قانون حفظ الطاقة بينص على حاجتين مهمين جدا، ان الانرجي مش بنعمل لها كرييتد ولا بنعمل لها ديستروي، وما بنعمل لها ايه، نعمل لها كونفير او كونفيرت from one form to another. تمام، حلو الكلام ده. تعال ندخل على اللي بعده 13. بيقول لك curiosity is a robotic vehicle that is designed to explore the surface of the moon. No, curiosity ده عملناه عشان يكتشف كوكب مارس مش مون اللي هو القمر. تمام، the power source of solar panel is electricity. هل السولار بانل اللي هي ألواح الشمسية بتستخدم electricity؟ طبعا غلط، الألواح الشمسية بتستخدم السولار energy اللي جاية من الصمت. تمام، the energy when operating the gas oven is electrical energy. هل لما تولع البوتاجاز بيطلع طاقة كهربائية؟ مستحيل الكلام ده، امال بيطلع ايه؟ بيطلع thermal energy اللي هي طاقة حرارية. ماشي 16. as the speed of the car increase، لو انت راكب عربية مسافر
كل ما تزود سرعة العربية، هل the amount of used fuel decrease؟ مستحيل، ما انت تزود سرعة العربية تلاقي الوقود هو كمان بيحصل له increase مش decrease. طبعا decrease دي غلط. تمام، تعالوا نبدأ بقى في حل الكونسبت الجديد بتاع النهاردة. يلا ياسين 17. حلو، ماشية من بره. Fuel is one of non-renewable resources of energy. False. برافو عليك. أمال الباي فيول ده بنعتبره ايه؟ نعتبره renewable resource of برافو عليك، energy. شطور شطور. يلا يا حازم 18. The sun is the primary resource of forming both بايو فيول. fuel فوسيل فيول. fossil fuel. هل الصن هي مصدر primary source، يعني مصدر بدائي استخدمناه عشان نعمل بايو فيول اند فوسيل فيول؟ نعم. عليك، لان قلنا الصن ديت موجودة دايما وبتساعدنا نعمل كل حاجة. دكتور يلا يا مصطفى 19. The movement of a generator in electric power station produce potential energy. potential energy. false. برافو عليك شطور. false، لأن الإلكتريك باور ستيشن من اسمه إلكتريك يبقى بيعمل إلكتريكال إنرجي. يلا يا أروى 20. When energy will run out faster than natural gas. هل الويند إنرجي ممكن تخلص؟ False. فولس. برافو عليك ياسين. انت مش فاهم سؤال 18؟ تمام، بيقول لك هنا هل الصن هي المصدر البدائي برايمري، يعني بدائي، يعني اول مصدر ربنا خلقه واحنا بنستخدمه عشان نكون البايو فيول والفوسيل فيول. هل البلانت تقدر تكبر من غير الصن؟ لا، لا البلانت لو ما تكونتش كنا عرفنا نعمل بايو فيول زي الوود؟ لا لا، كنا لا عرفنا نعمل الكول اللي هو برضو بيجي من البلانت. لا فكده السؤال ده صح، ان الصن لازم تكون موجودة عشان تعمل فورمينج بايو فيول او الفوسيل فيول. جميل. تمام، مش اتفق. تمام، يلا بقى 21 يا ياسين. Natural gas is a form of fuel that can be used in generating electrical energy. True. برافو عليك، لأن احنا قلنا أي أنواع فوسيل فيول بنستخدمها عشان نطلع منها كهرباء، من ناتشرال جاز ده بنعتبره فوسيل فيول. تمام، يلا يا حازم نمبر 22. We can make a liquid fuel from grass and wood chips. صح. برافو عليك، لان احنا قلنا الجراس والودن شيبس بنعمل منهم ليكويد فيول. طب الجراس والودن شيبس بايو فيول ولا فوسيل فيول؟ تعرف تقول لي الجراس والوود شيبس دول بايو فيول ولا فوسيل فيول؟ بايو فيول. برافو عليك، ايه الشطارة دي، شطور جدا، هما الاتنين بايو فيول فعلا. يلا يا مصطفى 23.
Turning off lights that we do not need is a way to conserve electricity. هل ان انت تقفل الانوار ده نوع من انواع حفظ الكهرباء؟ True. برافو عليك، ترو طبعا. يلا يا اروى، 24. Both coal and wood produce energy when they are burned. Oil, natural gas, and بس اخرج بيرند، انت رايحه فين؟ داخله على السؤال اللي بعده، اخرك هنا بس هما مش حاطين نقطة. Both coal and wood produce the energy when they burn it. فول. بص ليه؟ مش الكول ده لو ولعنا فيه هيطلع علينا الثيرمال؟ اتلخبطت يا ميس. ماشي ولا يهم. رايت، الكول ده لو ولعنا فيه او ولعنا في الوود هما الاتنين هيطلعلنا الثيرمال انرجي، تمام؟ خدوا من أول 25 لحد 29 homework، تمام؟ أظن سهلين، هتلاقوهم نفس المعلومات اللي احنا كنا عاملين نقولها. ده في أسئلة مكررة كمان. بصوا، we can make liquid biofuel، لسه حلنا فوق. ايه تاني؟ burning fossil fuel في الباور ستيشن بيدينا potential energy، كنا برضو حلنا فوق. هتلاقوا الأسئلة مكررة يعني، تمام؟ ماشي، نخش في سؤال جديد. complete، كنتوا واخدين واجب في complete ولا لأ؟ أظن حلنا كله صح؟ لا، اخذنا حبة تقريبا. ايه هما بقى؟ تقريبا ايه هما؟ وانا صراحة ما حليتهمش، بس عموما انا فاكرة ان احنا انت ما طبعتش الملزمة لسه؟ تابعتها بس لسه ما حليتهاش. ماشي حازم، عارف ايه الهوم وورك؟ بس انا فاكره ان احنا حلينا كله. نعم، كومبليت يا ميس. ما خدناش واجب. اخدناش واجب في الكومبليت صح كده؟ ماشي، حلو الكلام كومبليت ده. تقريبا خدنا خدنا ازاي؟ طب انهي اسئله؟ من تمانية 8 لحد 14. لا احنا ما حليناش من 8 لحد 14، ما حليناش خالص، احنا وقفنا لحد 7 ايوه، صح؟ الباقي واجب. الوائل لا، ما قلتوش واجب، غلبان، لان هما المفروض لسه مرتبطين بالكونسبت الجديد. واتفر، يلا يلا نحله. يلا ياسين، نمبر 8. نقط is burned in a power plant to produce thermal energy that used to generate electrical energy. Coal. ايه؟ برافو عليك، ممكن الكول، ممكن كمان الناتشورال جاز، يا ده يا ده، يبقى هنا اكتبه كول. ايه هو معنى السؤال ده؟ ان احنا بنستخدم الكول عشان نولع فيه جوه الباور بلانت عشان نطلع منه ثيرمال انرجي، بنستخدمها عشان نعمل منها طاقة كهربائية اللي انا كنت لسه شرحها، تمام. يلا يا حازم، نمبر 9. الله أكبر، الله أكبر. حازم، ألو ألو، أيوة كمل. كول اند ذا كان بي يوز دي الكتريكال بيور باور باور ستيشن تو جنريت الكتريكال اويل. اويل، ماشي، برافو عليك، ممكن اويل وممكن كمان ناتشورال جاز، عادي جدا، يا ده يا ده، تمام. يلا يا مصطفى، نمبر 10.
we can use some form of fuel such as air and air in warming houses. سوري، بنستخدم ايه عشان ندفي البيت بتاعنا؟ ممكن نولع في ايه مثلا؟ زي اللي بنشوي بيه الفراخ. بنشوي ايه بايه الفراخ تعرف؟ الكول برافو. ايه تاني؟ الكول اند ممكن نقطعه من الشجرة. وول وود. كول اند برافو وول عليك، شطور. وول اند وود. برافو عليك، شطور جدا. تمام. ايه تاني؟ ياسين ولا مين؟ أروى. يلا أروى. 11. turbines in electric power station are turned by steam and they produce energy to run the المايك اتقفل يا أروى. ايوه انا بفكر اوكي ماشي. التوربين بياخد الستيم اللي طالع من الووتر، بيعمل بيه ايه؟ انرجي. قلنا التوربين بياخد الستيم يعمل بيه ايه؟ حركة. الحركة دي بنسميها ايه؟ كاينتيك كاينيتيك انرجي. برافو. الكاينيتيك انرجي دي بندخلها على جهاز بيطلع علينا كهرباء. اسمه ايه الجهاز ده؟ فاكرة الجهاز اللي كان بياخد الكاينيتيك يحولها للالكتريكال انرجي؟ جنريتور، صح؟ جنريتور هو مولد الكهرباء. جنريتور. تمام، خدوا الثلاث أسئلة دول كده هوم وورك، هتلاقوا نفس الحوار بالظبط. هو الجنريتور بيتشينج ايه انتو ايه؟ لسه قايلين حالا كاينيتيك انتو الكتريك. الجازولين is burned inside a car engine produced. برند اهي، قلنا بعد برند ايه؟ ثيرمال. الوود شيبس اند جراس كان بي يوزد تو ميك ليكويد بايو فيو. ايه كده، حلت لكم الاسئله. تمام، تعالوا رايت ساينتفك. كنا واخدين هنا هوم وورك ولا لا؟ انهي سؤال؟ I didn't remember. من ايه؟ Didn't remember, but because اوكي. yesterday I wasn't have the pages. انا عارفه ان انت ما كانش معاك البيجز. انا بسأل حازم عشان هو كان معايا البيجز. أنا كان معايا. علمت؟ طيب كان في واجب أوه. ولا من كان لكام؟ 8 8 ل 12. 8 ل 12. اوكي ماشي تمام، تعالوا نحل من 8 ل 12. بس نعم، احنا حلين 8 و 9. 8 و 9 حللهم. اه طيب حلو، يبقى كده من 10 لحد 12. طيب حاضر ماشي. The main source of energy for most forms of energy on the earth. ايه هو مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض؟ الصن طبعا. تمام. A panel designed to absorb the sun energy to produce heat or generating electricity. ايه هي البانل دي؟ طبعا السولار بانل، اللي هو
ألواح الطاقة الشمسية، solar panel. تمام. 12 بيقول لك the energy that is produced from the blender and help it in doing its job. ايه هي الطاقة اللي بتطلع من الخلاط بتساعده يعمل وظيفته الأساسية؟ طبعا الكاينيتيك انرجي، طاقة الحركية، عشان عندنا البلندر بيضرب لنا أي عصير ويحوله لحاجة ليكويد، كاينيتيك. تمام، هسيبها لكم عشان تنقلوا. يلا ياسين، نمبر 13. A liquid that stores chemical energy and